وهلا حديث البلد مع باسم الشاب. دكتور نقزك ونقزني انا وصرت له بس بس شو عمل بهالكرافات برا؟ عمل مقلب هيك خفيف مش الحال. في يرجع يعيده هلا قبل ما نبلش ولا منبلش قبل؟ شو رايك؟ يلا قوم ما مازال على حماوته. انت شو عم تجرب تعرف ميشيل؟ قلنا مثل ما كنت عم تقلنا برا انه هيك شو عم تجرب تعرف؟ بدي اسحب خيط. لا تعرف اذا بدي اسحب خيط لشوف اذا اصليه. اذا اصليه الجرافات منيحه. عاد ثلاث مرات قلت له خلص انه نطلع فيها على الهواء. طلع هو ما عم بكرها عم بحركها يعني. بس مش معقول شو موهوب هالصبي. الحمد لله الحمد لله. اول شيء عجبك هاللون الحلو اللي لابسه اليوم؟ عم بصير احلى واحلى مع الوقت. مع الوقت بدك وقت لتتعود عليه. انا ولا اللون بصير احلى مع الوقت. دكتور باسم شاب، انت طبيب قلب ونايب لبناني بكتله المستقبل. صحيح. وبالاضافه لشهرتك الكبيره كجراح معروف بهدوءك وبطبعك المسالم وبعدم دخولك بخصومات حاده مع بقيه النواب. هيدا الهدوء يعني بينطبق على كل على الزملاء بالعمل بالطب على البيت على العلاقات الاجتماعيه وين ما كان ولا بس بالسياسه؟ الحقيقه يعني انا قبل ما دخلت بالسياسه. نعم. انا من عائله من الجنوب. نعم. اللي تعاطت مع كل الفعاليات وكل الناس وكل الطوائف. نعم. و يعني هذا تراث انا بحمله عن والدي وعن جدي. يعني تقبل الآخر. صحيح صحيح. هذا مش شيء تعلمته عكبر. لا والهدوء يعني الهدوء طبع كمان. الهدوء الحقيقة ما في جراح في يكون جيد من دون ما يكون هادي. صح. وكل ما كانت الأوضاع أسوأ كل ما كان الهدوء ضروري. صح. وكمان بالسياسة هيك بعض الشيء بالفعل يعني. منشان هيك زملائك النواب بعتن لك ديديكاس غنية من مجلس النواب على حديث البلد تقديرا لهدوءك. نسمعها؟ ايه. بحب الناس رايقة اللي بتضحك على طول، أما العالم المتضايق أنا ماليش في دور. وبحب الناس رايقة اللي بتضحك على طول. قديش معدلهم؟ قديش معدلهم الرايقين بالمجلس كتار؟ الحقيقة إذا بدي يكون موضوعي معظم النواب بالمجلس رايقين وعقلانيين. هلا في أمرار بيكون الوتيرة بتطلع. بس معظم النواب عقلانيين وهادين بالفعل. باسم الشاب، صار مرق حوالي 10 أيام على بداية المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية ولهلا ما في بوادر دعوة لجلسة قريبة للمجلس النيابي. اليوم شو ناطرين كقوى 14 أذار للإعلان عن مرشحكم للرئاسة؟ هلا مثل ما بنعرف انه كل فريق عنده اكثر من مرشح. ومن هلا لشهر يعني امور كثير عم تحصل والامور عم تتغير بسرعه. نعم. بس انا بتوقع انه 10 ايام قبل 25 ايار يكون في دعوه لاجتماع المجلس لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية. يعني منطمن اللبنانية اليوم انه رح يصير في التزام بالمهلة يعني المحددة. بعتقد هيك لانه دولة الرئيس نبيه بري بعت يعني وافد جيل على السياسيين ولحديت هلا هذا كان رأي كل اللي تعاطوا معهم. نعم. باسم الشاب، ضمن فقرة شوف لنشوف خلينا نشوف سوا تصريح لأحد السياسيين وبنرجع بعدين بنعطيك ثلاث أجوبة يعني مثل كانوا مالتيبل تشويس تحليلية لهالتصريح بتنقي واحد. بنقي الرابع أنا. أوكي. بلاير باسل. إلى أي ثواب على الإطلاق، بل نؤيد الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة إذا كانت الأطراف الأخرى
هذا الخيار ممكن يكون طبعا معاش مبكر ولأنه صرنا داخل المدة القانونية، يعني مقصود في أقرب وقت ممكن ليتأسس ينحط مرحلة جديدة بلبنان. على ضوء هالمرحلة الجديدة منروح منكمل الحوار والاستراتيجية الدفاعية ومنكمل السعي والجهد والتعاون المشترك ومنطلع البلد مما هو فيه. باسم الشاب، برأيك حزب الله عم بيراهن على حصول فراغ وبالتالي عدم مناقشة سلاحه؟ واحد. اثنين، حزب الله بيعرف انه ما في امكانية للتقدم بموضوع الاستراتيجية الدفاعية بالايام الاخيرة لولاية الرئيس سليمان؟ او ثلاثة، حزب الله جد برغبته بمناقشة الاستراتيجية الدفاعية بعد انتخاب رئيس جديد؟ الجواب اربعة. اربعة؟ none of the above يعني؟ لا، ما بعتقد اول واحد صحيح، لا ما بعتقد هالشيء. نعم، يعني ما بتعتقد انه عم بيراهن على حصول فراغ؟ وبعتقد أصبت شيء هو الثاني، إنه الحقيقة بهالوقت الباقي ما رح يكون في أي مجال لإحراز أي تقدم بالاستراتيجية الدفاعية. فالأفضل الانتظار لبعد الاستحقاق الرئاسي. باسم الشاب، مؤخراً ويوم أعطاء هالحكومة الثقة وبينما كنت ناطر سيارتك، ساهمت بإنقاذ حياة متعهد صوتيات مجلس النواب سيد محمود الفوني. بدون نذكر اسمه لأنه بدنا نقول الحمد لله على السلامة من حديث البلد نحن. شو صار بهالدقائق القصيرة اللي كان ممكن تفصل بين الحياة والموت؟ يعني الحقيقة يعني أنا وناطر حدا بقول إنه في حدا صفرا. نعم. فالحقيقة رحت شفت إنه الصحفيين والإعلاميين مجمعين على شخص على الأرض، ومبين إنه كان عامل كاردياك أرست، قلبه يعني موقف، ما عنده نبض وما عم بيتنفس وما عنده أي ريسبونس. يعني توفى للحظات. ها صحيح، كان قلبه موقف. نعم. فالحقيقة يعني قدام الرصيف المجلس إنه طيب شو العمل؟ ما بدنا نبلش سي بي آر يعني إنعاش. نعم. فكبست له على صدره وتبعت البروتوكول المتبع، وبعد فترة لقيته ما عم يتنفس. نعم. فالحقيقة ما عندي خيار غير اني اعمل له ماوث تو ماوث، حطيت تمي على تمه وتنفست له تنفس اصطناعي. فبهالاثناء يعني سالت الحاضرين انه شو بتعرفوا عنه، عنده سكري، بياخد ادوية كذا، وبهالاثناء عم بعمل له سي بي ار وشو اسمه، وما كنت مأكد حقيقة انه حيرجع. نعم. بعد حوالي دقيقتين ثلاثة حسيت انه بلش يتنفس شوي. نعم. كفيت السي بي ار، وبعدين بعد شي 5 دقائق حسيت انه عنده نبض. واو. رفعنا له اجريه، بعدين ما كنت متاكد انه بيرجع وعيه، يعني رجع القلب بس ما يمكن لحقناه يمكن ما لحقناه. وبالفعل لما اجى الامبولانس شي ربع ساعه كان بلش يوعى. نعم. خفت يكون صار في ضرر دماغي يعني بعيدي. لا لا، والحقيقه وعي. خفت انه يكون صار في صحيح صحيح، خفت انه كنت تعوقت عليه. نعم. إيه؟ شفت ليش من قلكم كثروا النسوان بالمجلس؟ هالتنفس الاصطناعي كان فايده كلامه. شو رايك بهالكومنت؟ ما بدي انطر حدا تغيب عن الوعي هلا بس. كترون. طبيب جراح قلوبنا سداويها يا مجراح سهرت الليله داريها. فكرتك اكمالا لفكرتك انه بدك تنطر شيء نائب لحتى تغيب عن الوعي، ان شاء الله مش بحادث قلب او شيء، يعني اذا تشويبه يعني او شيء. اي نائب بتفضل تكون هي اللي غايبه عن الوعي يعني حتى تعمل لها انعاش غير جيلبرت زوين؟ صعب السؤال. هو سهل السؤال صراحه. اكيد صعب. يعني بهالحاله بفضل انا غيب عن الوعي. هو السؤال مش صعب بس الجواب صعب. اللي هو صعب. باسم الشاب، بدنا نعمل لك انترفيو له دخل بالاولويات بالنسبه لإلك. باسم الشاب وانترفيو الابدع. دكتور شاب، شو الأفضل، الأمن أو الديمقراطية؟ الأمن.
شو الأفضل، الاقتصاد أو الحرية؟ الاقتصاد، وأهم مثال هو الصين. الصين بلد ما فيها حرية، فيها حزب واحد والحزب الشيوعي، بس إذا بتشوفيهم ما بتصدق إنه هو الحزب الشيوعي. نعم. اللي كانوا كلهم يلبسوا مثل بعضهم من 30 سنة، ما في حدا يشك بسياسة الحزب، بس الصين هي المعجزة الاقتصادية الحقيقة بآخر 20 سنة. على كل حال الفقر هو أكبر قيد بعتقد. صحيح، يعني الفقر بياخذ منك الحرية، حرية التصرف. صحيح. شو الأبدى، انتخاب رئيس جديد أو انسحاب حزب الله من سوريا؟ انتخاب رئيس جديد. شو الأبدى، ادخال التعديلات على قانون حماية من العنف الأسري، لأنه صار في مثل تظاهرة قدام مجلس النيابة لأنه السيدات اعتبروا أنه هالقانون ناقص، أو إقرار حق المرأة بإعطاء الجنسية لأولادها؟ بصراحة أنا بعتقد إعطاء المرأة جنسية لأولادها. نعم، هو أبدأ. أنا بعتقد هذا كان أبدأ وأهم، لأنه القانون اللبناني مثل ما هو في حماية للمرأة. نعم. يعني مش إنه نحن حطينا شيء من فراغ. نعم. لا مش صحيح. بس إعطاء المرأة اللبنانية جنسية لأولادها بعتقد شغلة كتير كتير مهمة. لأنه هذا كمان عنف ممارس، يعني عنف من نوع آخر يعني اليوم. صحيح. بهالوقت اللون عم بيصير احسن شوي، يعني اكثر عم تتقبله، اكثر عم تتعود عليه؟ يعني يعني اذا بدك تتعود عليه بدك تدور حواليه. عم نبرو، عم نبرو. معقول ياثر على دقه النظر بالنسبه للجراحه او شيء، يعني اذا نحط هيك لون بوشك كل الوقت؟ هو احسن لون للجراحه الازرق. عن جد؟ مشان هيك بيلبسوا؟ ايه صحيح، اكثر لون دافئ للعيون هو الازرق، عشان هيك اوض العمليات بالاجمال لونها ازرق، مثل لون المستقبل تقريبا. طيب خلينا نشوف كيتي شو لابسه لون الليله. اوكي ازرق. كيتي لابسه ازرق تركواز. شو صار؟ بعد ال 43 من هم رؤساء جمهورية لبنان؟ بدك تعددهم. ايه، رئيس بشارة الخوري. بشارة الخوري واحد. كميل شمعون. صح. فؤاد شهاب. صح. شارل حلو. صح. سليمان فرنجية. صح. ياسر كيس. صح. بعد ياسر كيس في بشير الجميل. صح. بعدين امين الجميل. صح. بعدين رنيه معوض، شهيد رنيه معوض. الياس الهراوي. صح. وامين لحو. لا، والياس الهراوي. والياس الهراوي مددوا له. صح. الياس الهراوي مرتين. فهم عليك انه مش صحيح. ايه، ومن بعده؟ وبعدين الرئيس امين لحو. امين لحود، امين لحود. كمان مددوا له. وصولا للرئيس ميشيل سليمان. أبو سليمان. 10 على 10. 10 على 10.